مساء الخير، ازيكم؟ ينفع اعمل اكل كذا يوم وللبيبي واحطه في الثلاجة ولا ما ينفعش؟ هقولك بس بشروط معينة لازم تنفذيها. اولا قبل اي حاجة، الصباح افيد طبعا، يعني لو صحتك ووقتك يسمحوا لو سمحتي اعملي صباح بصباح، مش بس عشان فايدة الاكل، عشان طعمه، حتى الطازة احلى كتير، خصوصا ان الولاد اصلا مش عاجبهم طعم الحاجة احنا بنقدمها وطلعين عينينا. طيب انا بقى مش قادرة وظروفي ما تسمحش، وهعمل الاكل. اعمل ايه؟ نمرة واحد، حضرتك هتجيبي علب محكمة الغلق، علب بلاستيك محكمة الغلق، اللي هي بتتقفل من الجناب وبتسمعي صوتها دي وما بتدخلش هواء، او هتجيبي برطمانات ازاز، بس برطمانات ازاز زي اللي في الصورة مخصوص، مش البرطمان القديم بتاع مثلا الصلصة اللي انت غسلتيه، لان الغطا المعدن بتاعه ده انا مش ضامنة اذا كان عليه فطريات او حاجات تانية او لا. فلو سمحتي، يا اما هتجيبي الازاز محكم الغلق، يا اما البلاستيك. البلاستيك يكون بي بي اي فري، يعني نوع بلاستيك نظيف ما يأذيش البيبي، بيبقى مكتوب عليه بي بي اي فري. حلو. هتعملي ايه؟ هتجيبي الاكل وتسويه عادي، هتستني لما الاكل يهدى، مش والاكل سخن. هتاخدي الاكل تحطيه في العلبة البلاستيك اللي المفروض انها محكمة الغلق. يفضل الاكل اللي يتحط في العلبة يبقى مكعبات، يعني مثلا انا النهاردة بعمل بطاطس وقرع وجزر ومثلا فراخ والكلام ده، خلاص انا هحطه زي ما سويته زي ما هو، مش هضربه، اضربه وقت الاكل على طول لانه بينزل ميته فما بيبقاش حلو. خلاص انت ظروفك ما تسمحش وعايزه تضربي كله مره واحده، ساعات مثلا التمر بتبقي وسختي البلندر، او لو بتستخدمي خلاط توسخ ومش هتقدري تعملي ده كل يوم، مفيش مشكله اعملي ده، بس بلاش تدخلي فيه ميه، سيبيه كده ببركته كاكل، لانه الميه بتساعد على نمو البكتيريا، فلو حاطه في الاكل ميه مش هيعيش فتره طويله، فما اقدرش اقول لك بالظبط يعني هيتلوث بعد قد ايه. طيب حطيتي الاكل، استنيتي لما يهدى، وطبعا قفلتي عليه في ساعتها واستنيتي لما يهدى ودخلتيه التلاجة. لما هتطلعيه تستخدميه لازم تكون معلقة نظيفة، وانت بتغرفيه في الاول لازم يكون معلقة نظيفة ملمستش البق، لا فمك ولا فم البيبي خالص. لو موز او تفاح الحاجات دي بتسود بسرعة. هيقولوا لك حطي عصرة ليمون عشان ما تسودش، بس هي الفايدة اللي فيها اختلفت والحديد اللي فيها تأكسد، فالاحسن ان انت تحطيها فريش. يعني مثلا انت بتعملي مثلا خلطه فواكه، اعملي خلطه الفواكه ناقص الموز، وقت الموز اهرسيه عليها بس، او ابشري التفاحه ناعم قوي عليها لو الطفل خلاص كبر وبطل يحط التفاح في النار، اوكي؟ يعني ما بنسلقلوش التفاح. حاجه مهمه جدا، الاكل هيعيش قد ايه؟ هيعيش من 48 ل 72 ساعه في الثلاجه على حسب حاله الثلاجه بتاعتك، لو ثلاجتك كويسه ولسه جديده وانت بتطبقي الحاجات دي بالظبط هيعيش معاكي 3 ايام. لو اكله مثلا يعني فيها خلطه كتير قوي ودخلها ميه والكلام وطلعت ودخلت كتير من الثلاجه والكلام ده، يبقى كفايه قوي 48 ساعه. طيب انا وقت بقى ما هسخن الاكل هسخنه ازاي؟ طبعا مش هسخن كل الكميه لان هي هتبوظ لو سخنت ورجعت دخلت الثلاجه، هتاخدي على قد اكله البيبي. وبعدين هتحطيها يا اما على البخار، وده احلى حاجه انك تجيبي حله سخنه وتحطي عليها مصفه وتحطي الاكل وتغطيها، هتستوي على البخار وفايدتها هتبقى احلى واجمل واطعم. يا اما لو عندك مايكرويف مفيش مشكله ان انت تسخني بالمايكرويف مره او مرتين، بس ما يبقاش الاعتياد على المايكرويف. ليه؟ لانه المايكرويف ما بيعملش تسخين ايفن، يعني بيعمله ان ايفن. ازاي يعني؟ ما بيسخنش كل الجزيئات بنفس الدقه، فدايما يعني ممنوع خالص نسخن فيه رضعة اللبن، ولو أكلة يعني بتسخنها على مضض مرة اتنين، مش عشان إشاعات الميكروويف ضارة، لأن الموضوع ده فيه ديبيت كبير قوي مش عايزة أدخله النهاردة. فممكن النهاردة مرة كده مزنوقة سخني في الميكروويف، غير كده سخني على البخار، أو لو أكلة هتتحط على زبادي أو مثلا فواكه أو كده سيبيها تهدى برة، مش لازم تسخنيها خالص وقدميها للبيبي. اخر حاجه مهمه جدا، الاكل اللي اتقدم للبيبي واكل منه بالفم ما يقعدش، ما يعيش، هيترمي للاسف، عشان كده اغرفي قليل، ولو عايز تاني طلعي تاني. ليه بقى الموضوع ده؟ لانه لو لمس لعاب البيبي او لعاب اي حد فينا بياخد بكتيريا من اللعاب دي، فالبكتيريا بتتحط في الاكل بتنمو بشكل اكبر، فبتبقى ايه، توجع، توجع بطنهم وترجعي تلاقيه مغص او عنده اسهال او امساك او الدنيا متلخبطه، فتجنبي ده، اعرفي على القد، واول ما يخلص اكل قولي له ايه، بالهنا والشفا والباقي هيتربي.